علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني، علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرح لي، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسدود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني عشان تشفي وترفعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسدود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وترفعني. انا هفرحني علشان انت بتكفيني، انا هفرحني علشان انت بتحميني، انا هفرحني علشان انت بتكفيني، انا هفرحني علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخص تغمرني في نهر سلامك، واكتب فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك بجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني في نهر سلامك، واكتب فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني عشان تشفي وترفعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني عشان تشفي وترفعني. انا هفرح بيك علشان انت هاي. أنا اسمي نقولة نوار، لبناني، متزوج وعندي ولدين وساكن في كندا، في تورونتو كندا. أنا كنت إنسان جاي من خلفية مسيحية، كنت روح على الكنيسة كل أسبوع وأعمل واجبات الدينية. أنا وولادي وزوجتي طبعا كل أسبوع كنا روح على الكنيسة، وأنا كنت بطبيعتي حب الموسيقى والفن، وكنت عطول كل يعني كل فترة كنا نروح نحب نسهر بسهرات وحفلات، وكنت غني ودق على العود، وكنت انعزم على كتير سهرات رغم الأشياء اللي كنت أنا أعملها يعني، بس كان في ضل في عندي نقص بحياتي، كنت حاسس بنقص شو ما أعمل بالحياة. كنا نروح نسهر ونطلع ونرجع ننبسط لفترة معينة يعني، نروح سهرات ننبسط بوقت السهرة، بس نرجع على البيت نرجع نحس بتعب وبانقباض بالحياة، ما نعرف شو هو يعني. وأنا بالذات كنت حاسس إنه في شيء ناقص بحياتي، مش عارف شو هو يعني، مش عارف شو هو اللي بدي إياه يعني. بيوم من الأيام كنت بكندا بتعرف على شخص بيقول لي بحب أحكيك عن الرب يسوع. بهالوقت هذا أنا قعدت أنا وياه وعزمته لعندي على البيت، وابتدى الشخص يحكي لي عن الرب يسوع، عن معجزات الرب يسوع، وعن الرب يسوع كيف بيغير الحياة، وكيف هو بيدخل وبيصير نحن منولد من جديد، منصير ناس تانين. أنا هالشي هذا ما قدرت فهمته يعني، طبعا أول مرة كان عم يحكيني فيه. تكررت المجيء لعنا لهالشخص هذا، وصرنا نكمل نحكي بالإنجيل ونقرأ بالإنجيل. صار عندي شوق أكتر اسمع عن الرب يسوع، أقرأ وأقعد مع الرب يسوع.
طبعا التغيير كان جذري بحياتي، وحسيت حالي انه بدي اتعمق اكثر واكثر بشخصيه الرب يسوع، وبدي اعرف الرب يسوع اكثر واكثر. صار هالشخص يتردد لعنا اكثر واكثر على البيت، وصرنا نقعد معه قعدات اكثر ونتسمع على عن يسوع وعن اخباره، وصار عندي حب كبير ليسوع. بس حصلت شويه مشاكل من العيال يعني ومن برا، انه مثل ضغوطات حتى ما كثير يعني نتعلق بهالمواضيع يعني هيدي. بهالفترة أنا حسيت إنه لازم خفف تكلم عن الشخص يعني عن الرب يسوع، لأنه حسيت حالي إنه يمكن عم بعمل شيء غلط بفترة من الفترات، إنه أنا عم بطلع عن ديانتي مثلا. رجعت تقريبا لحياة الطبيعية، ورجعت لحياة السهر والأيام العادية يعني اللي كنت أنا فيها. لا وقتها نهار من الأيام بنتلاقى بشخص بيعطونا كاسات، شريط كاسات، وبيقولوا لنا بنحب تسمعوا هالشريط هذا. انا طبعا افتكرت شي شريط اغاني اما مسرح يعني شيء جديد، مغنيين جداد، حبيت اسمعه. رحت على البيت وقعدت سمعت عليها، طلعت شخص عم يوعظ وعظه، وعم بيحكي عن الرب يسوع، عم بيحكي عن الانسان اللي مسبيه حياته، عايش حياته كلها بالسبي يعني بحياه مش مع الرب، وكيف بيرجع لهالرب، كيف بيرجع هالانسان للرب. بالفعل أنا تأثرت كتير بالوعظة، وسمعتها يمكن أكتر من مرة، وعطيتها لزوجتي تسمعها لهالوعظة. زوجتي سمعت الوعظة وحسينا اتنيناتنا بتغيير غريب بحياتنا. صرنا اتنيناتنا نقعد كل يوم ونقرأ بالإنجيل، كل يوم أنا وزوجتي كل يوم، لحتى حسينا بفرح غريب. حسينا إنه في شيء بحياتنا تجدد، روحنا مثل كأنه تجددت، وصار بدنا كيف الإنسان ما في يقعد بلا أكل، صرنا ما فيناش نقعد بلا ما نقرأ كلمة الرب كل يوم، وهذا أثر كتير بحياتنا يعني. يسر اجتماع نهار الحياة أن يعرض عليكم مجموعة من شرائط أوديو وسيديهات ترانيم منها العناوين التالية: وضعت للبحر حدا، لا تشمتي يا عدوتي، لنعبد أمام العرش، تعود فتحين. للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب 905-886-3750 905-886-3750 أو زيارة موقعنا على الإنترنت على www.riversoflife.ca. نفسي أسأل حضرتك سؤال. أيوة. عن موضوع المخاوف. آه. إذا في شخص عنده مخاوف كبيرة بحياته، ممكن تكون مخاوف إنه يواجه الناس، مخاوف يواجه المشاكل، مخاوف من المستقبل، شو لازم هالشخص يعمل ليتخلص من كل هالمخاوف نهائيا؟ يعني طب أنت بتخاف؟ أنا طبعا في عندي مخاوف بحياتي. يعني ده سؤال شخصي، أنت بتسأل شو سؤال اللي علاقة بيه؟ ليه علاقة بي وبكتير ناس كمان. لما تتعامل مع الرب يسوع تعرف ان الرب يسوع محرر عظيم، اعظم محرر، هو اللي بيحرر الانسان من الخوف، زي ما بيحرر الانسان من الخطايا، سيطرة الخطايا الجنسية، بيحرر الناس من الاكتئاب، من القلق. الرب يسوع عنده حب ليك، بيحبك،
لأنه بيحبك مش عايزك تعيش خايف، لأن الخوف زي ما بيقول الكتاب في رسالة يوحنا الأولى، الخوف بيعذب الإنسان. واحد خايف، عيش خايف، عيش في عذاب. والرب يسوع جه قدم نفسه بينا عشان يدينا راحة، عشان يدينا سعادة. عشان كده ثق في الرب يسوع انك حرر. انت ما تقدرش تحرر نفسك اطلاقا، انت اعجز من انك تحرر نفسك، لان وراء الخوف في قوة لإبليس. إبليس وراء الخوف ويسيطر على البشر بالخوف. يعني واحد ممكن يبقى غني جدا لكن خايف، خايف ان فلوسه تضيع. واحد صحته كويسة لكن عايش خايف ان يجيله امراض مميتة، جات امراض في عيلته. حرر من الخوف هو الرب يسوع. لو تيجي للرب يسوع بإيمان، حط تحت كلمة إيمان دي خط 2-3. يعني عايز اقول في ناس كتير بتيجي ليسوع لكن ما عندهاش الإيمان ان يسوع يحررها، عشان كده ما بتتحررش. لكن انت عايز تتحرر من سيطرة الخوف، لو تيجي للرب يسوع بإيمان انه هيحررك من الخوف. يلا تأخرنا يا جماعة، ناطريننا كلهم وراك. يلا هاي معود الخسار، غيرت بشوي نفسي. ايه ركبي نفسك. ايه سامي حلوة طلع. انا حلوة طلع وقتك هلا، نيتي اسمع كلمة حلوة يا رجال. ايه ايه صح. السيارة ما عم تشتغل. احنا شو كنت رح نجيب سيارة جديدة يابا؟ هلا وقتك وقت سيارة جديدة. زايد فيش يا جماعة ناطرين. وانت شنو شغلك يابا؟ انا شو شغلي؟ احنا بس نجيب سيارة جديدة مثل العالم والناس نبقى نطلع على زيارة. ايه ايه نحن ليش وجهنا وجه زيارات؟ نحن وجهنا وجه زيارات. ملغية عن الزيارة هاي، ليش نحن وجهنا وجه زيارات؟ هلو؟ كيفك عصام؟ عصام صراحة ما رح قدر نروح. شو هنعمل؟ تأخرنا بالأول، بعدين السيارة ما اشتغلت، ومش عارف محضرين حالنا على أساس بس السيارة ما اشتغلت، شو بدنا نعمل؟ مع الأسف. طيب أسألك سؤال، ممكن الأسبوع الجاي؟ آه طيب بسيطة، غير مرة، صدقني كنا حابين نروح بس شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بسيطة. يلا غير مرة إن شاء الله. اوكي تروح ترجع بالسلامة. يلا باي. سلامة. خير شكو صار؟ لا ولا شيء. شو ماكو شيء؟ ما سمعتك تقولهم ترجعون بالسلامة. ايه طيب ترجع بالسلامة، لأنه رايحين يا جماعة، رايحين على رحلة على هواي، جزر هواي. بسطتي هلا عرفتي؟ هنيالهم يا عم، رايحين على هواي، أنا أهلي ما أقدر أروح أسافر أشوفهم هالمرة هواي. ايه تشوفي أهلك، ما أنت مين اللي مفلسنا أصلاً من ورا تليفوناتك لعند أهلك؟ كل يوم تليفونات عند أهلك، هي اللي مفلسنا. ليش أنا مو من حقي أتصل بأهلي؟ ايه اتصلي باهلك، اذا مش عاجبك روح اشتغلي، جيبي فلوس واحكي قد ما بدك. ليش؟ مو انت رجال، انا ما رح اشتغل يابا، انا ما يكفيني البيت والاولاد. شوفي اقول لك، شوفي خلينا نكون واضحين، هو هي موجود، عاجبك عاجبك، ما عاجبك روح اشتغلي. كل يوم خناقه، كل يوم مشكله، كل يوم مشكله. هي مو قصه بيني وهواي السياره، صار لنا سنين بهاي الحاله، كل سنه يقول لي هالسنه تفرج هالسنه تفرج، كل ما اطلب شيء ماكو فلوس ماكو فلوس. والى متى؟ بعد ما اقدر اتحمل، مليت العيشه. مليت العيشه؟ ها؟ شوف اللي قال لك، مش عاجبك هي الباب. هاي مديحه. هاي عصام. ازيك؟ ازيك انت؟ Thank you.
انت بحبك انا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت بحبك انا بعدك انت انهاري للانتظار انت انهاري للانتظار حديثي كله عنك انت ده انت مفرفش قوي النهارده. وحد يشوفك وما يفرفش كده. يلا خلصينا بقى كده، عايزين نقعد ناكل مع بعض. طيب خد حط الاكل على السفره لما نخلص مريه الاكل دي. واو واو خد سلم ايدك، الاكل حلو قوي. طب الهنا مش شفا طول عمرك شاطره. سلم ايدك بالهنا والشفا، الاكل حلو قوي. يلا بقى نقوم نرتاح شويه. طيب بس اقول لك ايه، قبل ما نقعد تحب تشرب شاي من القهوه الاول؟ شاي قهوه اي حاجه، اي حاجه من ايدك الحلوه، يا سكر مذوب يا فراوله على الايس كريم. يلا ايه ده، يلا يلا. انت حكايتك ايه النهارده؟ ولا حاجه ولا حاجه. خدت علاوه؟ لا يلا. طب بس بقول لك ايه، ايه مالك؟ حاسه زي ما يكون هيجيني صداع. صداع صداع بتاع كل يوم يعني بعد الشر. انا معايا الاسبرين اهو عشان بلاش في حاجه. كده نحطه في جيبك. هتبقي كويسه قوي. خدي حبايه ها وهيروح الصداع على طول. لا اقول لك افتحي ايدك. لا هقول لك على حاجه، خليني اطلع فوق انام بلاش الاسبرين ده، لان بكره عندي ميعاد مهم في الشغل. ها تنام دلوقتي الساعه 9. لازم اطلع انام بعد الاكل ده كله. نام الساعه 9. معلش يا حبيبي سوري، لازم اطلع انام. ها تصبح على خير. وانت من اهلي. ده في الناس دي مجالات صداع ابدا. يا خرابي خرابي. عصام ايه ده؟ ايه ده؟ بتتفرج على ايه دلوقتي؟ ايه الاخبار؟ الدنيا مقلوبة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بس امبارح ادخل الاقي حاطه شعرك في البكر ولابسالي اي كلام وعايزه تنامي وعندك صداع. ها؟ بص انت عارف انا عندي شغله مهمه ولازم البس لبس محترم، وكمان انا اتاخرت لازم امشي. باي باي يا حبيبي. طيب عارف يا عصام، باين علينا انا وسحر وصوتنا صارت على الاخر، صرنا قريب حتى نطلق. ما تقولش كده، ليه الكآبة دي يا سامي؟ دايما نفس المشاكل، دايما دايما نفس المشاكل. بتخيل عرفه على الفلوس وعلى الشغل. هيا اعمل زي كده واتمتع بالدنيا وتفيها، في حاجات حلوه حوالينا كده. بص كده ومتع نظرك يا عصام. انا عم بشكي لك على قصتي، عم بشكي لك همي، عم قايل لك انه هطلق. ما تقلني بص، انا لازم اعمل كده. انت ما تعرفش انا عايش ازاي. انا مراتي على طول عندها صداع ومشغوله في شغلها وبنام بدري من الساعه 9. في حاجات انا محتاجها. الله، انت واحد مجوز على الورق، على الورق، انما الحاجات دي ما فيهاش صداع. عم بشكي لك همي، انا عم اقول لك انه انا كنت هطلق وتقوم تقول لي بص وبص. انا بصيت لنا هيك. انت يا عصام مش مركز معي صراحه. المهم اني اركز معاك. مش مركز معاك. مركز معاك ازاي؟ مركز معاك ازاي؟ بص ما رايك؟ المحور رايح احنا قاعدين اتفقنا مع موعد.
الو، هاي مديحه، شلونك؟ اهلا سحر، ازيك؟ ماشي الحال، وانتي؟ ماكو شي جديد، هي هي. انا اريد اقلكي خبر مهم يا مديحه، ولو انا ما ردك تزعلين، بس حتى تنتبهي على زوجك. ايه اللي حصل؟ انا الحقيقه شفت عصام مع وحدة اكثر من مره. بتقولي ايه؟ انت متاكده؟ على العموم تعالوا شوفيه بالمطعم المقابل بيتنا، هو يجي كل يوم معاها ساعة الغداء. مش ممكن، مش ممكن. عصام، انا اسفه بوصل لك الخبر يا مديحه، بس انت لازم تعرفي. طيب اوكي. مش ممكن، سبع سنين جواز، بعد سبع سنين بيخوني، وانا طول النهار شقيانة، بشتغل جوه وبشتغل بره. قالوا ايه طول النهار؟ ولا حد قبلك ولا حد بعدك، كذاب كده وغشاش وخاين ومعندوش دم. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه في المصيبه؟ اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. اعمل ايه؟ فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقت على ذلك البيت فلم يسقط. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها أشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. هل أنت حاسس أن بيتك انهار؟ علاقتك الزوجية اتهدمت؟ مليك يأس، حاسس ان مفيش امل؟ هل جواك مرارة؟ هل جواك غضب وسخط مش قادر تستحمل؟ هل جواك حاسس انك انت في عالم وشريكة حياتك في عالم تاني؟ هل حاسس ان زوجتك مش حاسة بيك وباحتياجاتك؟ املك انك تقبل الرب يسوع في حياتك وتختبره كمخلص شخصي، انه يدخل جوه البيت الخربان ده والارض المنهدمة والحاجة اللي حسيتها انها اتكسرت، وتشوف المعجزة الرائعة إن يسوع بيبني المنهدمة ويبني البيت من أول وجديد. عشان كده أنا بدعوك النهاردة تعمل شيء حكيم جدا في حياتك، إنك تقرر إنك تفتح قلبك وتدعو الرب يسوع، قول يا رب تعالى خليك أنت الصخر اللي يتبنى عليه بيتي. يا رب أنا بسلم لك جوازي المنهار، بقول لك من فضلك تعالى لا يعصر عليك أمر، لا يستحيل عليك أمر، أدخل جوه حياتي، أدخل جوه قلبي. أنا جوايا يأس يا رب، جوايا يأس تجاه كل حاجة بتحصل في بيتي، ما عنديش أي أمل تجاه زوجي، تجاه زوجتي. تعالى لما تيجي النهاردة وتفتح قلبك النهاردة، الرب يسوع يدخل جوه قلبك ويزرع أمل جديد ويديك إيمان إنه هو يدخل ويبني كل شيء انهدم، لأن الرب بيقول كده في سفر أرمية إنه فسد الوعاء وعاد وصنع وعاء جديدا. يعني الرب يقدر يبني كل اللي انهدم، كلمته ووعده بيقول كده إني أبني المنهدمة. حاسس إن جوازك خراب، أرض خاربة، تعال النهاردة رب بيمدلك إيديه، قل له تعال أدخل يا رب كده، أنا بجيب لك الإناء اللي اتكسر ونفسيتي اللي تهلهلت من سوء المعاملة اللي أنا مريت بيها، من الاحتياج اللي مش مسدد في حياتي. تعال يا رب كده أدخل جوه حياتي، أنا رب بصرخ إليك النهاردة. تعال النهاردة وصلي معايا، قل له يا رب كده أنا بجيلك النهاردة وبسلمك بيتي وعلاقتي الزوجية المنهدمة، بسلمك يا رب نفسيتي اللي خلاص تعبت، بسلمك احساس يا رب كده ان انا في عالم وشريك حياتي مش حاسس بيا، مش حاسس بالمرارة اللي جوايا، مش حاسس باحتياجاتي، مش حاسس بالألم اللي انا فيه. يا رب انا بسلمك كل نفسيتي دي، بقولك ادخل جوه قلبي،
رمم اللي اتهدم، ابني انت من جديد يا رب كل تعب. وبصلي النهارده وبدعوك كمخلص شخصي في حياتي يا رب، حتى لو الزوج يا رب كده مش بيقبل الكلام، مش بيقبل انه حتى يروح الكنيسه او يسمع الكلام الروحي، لكن انا اثق ان قلب الملك في يدك، انت تغير قلبي علشاني. ولو حاسس ان مراتك كده تعبانه، تعبانه منك، قول له يا رب تعالى غير كل ده واشفي جوازنا، ودينا امل وخلينا يا رب اننا من جديد نشوف وجودك في حياتنا.